الاف المؤيدين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي توجهوا في مسيره نحو مقر المخابرات الحربيه في القاهره ثم عادوا من حيث اتوا وقد قاموا بالمسيره في تحد لتحذيرات الجيش للمتظاهرين بالبقاء بعيدا عن مواقعه وكان يخشى من مثل هذا التحرك ان تحدث مواجهات جديده بعد سقوط عشرات القتلى في صفوف المحتجين نهايه الاسبوع الماضي على ايدي قوات الامن ما زاد من حده الاضطراب والتوتر الذي يلف البلاد منذ عزل الجيش لاول رئيس منتخب في البلاد في الثالث من الشهر الحالي <applause>